نحن كيف نحدد من عمل أخلاقي أو غير أخلاقي؟ في نظريتين بالأخلاق مشهورتين، إنك تطلع على الفعل أو النتيجة، فشو رأيك بهذا في الكلام؟ نعم صحيح. هلا في عندك كثير من الطرق، ولكن اشهرهم واكثرهم تعاملا، او اللي هن تقريبا اكبر تنتين بتعمل فيهم، هن الاخلاق النفعيه والاخلاق الواجبه. جميل الاخلاق النفعيه اللي هي يوتيلتاريانزم، واللي هي بتصب بمصلحه المجتمع اكثر من مصلحه الفرد. نعتبر انه تطلع على مصلحه، النتيجة، ما تطلع على الفعل بحد ذاته. تماما، انه المصلحه الجمعيه اهم من المصلحه الفرديه. يعني إذا كان الفعل نتيجته إيجابية فهو جيد، صح؟ بغالب الأمور، أو وإن سيء فهو مقبول أخلاقيا طالما بيؤدي إلى مصلحة عامة جيدة. جميل. طيب الفعل بينما الواجبة اللي هي الديونتولوجيكال ثيوري، أو هي الأخلاق الواجبة، هو نحن بنحدد شو هو الشيء الصح وبنعمله، وما بنحسن نعمل له ويفنج، إنه ما بنقبل أي شيء غيره بغض النظر عن مصلحة الجميع. إنه أخي طيب نحن أنا هذا رح الشيء أسألك لازم. سؤال، رح أسألك سؤال، الكذب هل هو فعل أخلاقي ولا غير أخلاقي؟ هلا هذا سؤال صعب. بينضم ضمن الفيرتشو اثكس. في شيء اسمه الفيرتشو اثكس، بتقول لك انه الكذب هو عمل غير جيد، وهو طيب عمل نحن غير على الأخلاق الواجبة، الكذب الاخلاق فعل الواجبه هو مرفوض تماما. مرفوض بغض النظر عن النتائج، وبالتالي أنا ما فيني برر أني عم أكذب، صح؟ صح طيب تماما. بس أنت بتعرف، بينما تعرف دينيا نحن حتى اسلاميا عم نحكي على انه مسمح لك تكذب بثلاث مواضع، اذا كنت بالاسير عند العدو، وبالتالي اذا كان كذبك حينقذ ناس، حينقذ ارواح، فمسموح. اذا كنت عم تصلح بين اثنين وتقول فلان والله بيحبك وتقول الثاني فلان بيحبك، الكذب مسموح. والفعل الثالث هو اذا كنت انت مو طايق مرتك وتقول لها انا بحبك عشان ما تخرب البيت، كمان مسموح. مو معناته انه الكذب صار فعل جيد، بس هون احنا نطلع النتائج صارت اخلاق نفعيه، ولا انا فهي غلطان؟ أخلاق نفعية تماما. هذا مثال جيد جدا لها. حتى أنت ضمن تعاملك مع مريض في كثير أشياء أنت ممكن تعمل بهذا الشيء، أنه أنت ممكن تخبي عنه نتيجة ما راح تغير حسن. مثلا بطريقة العلاج، أو ما راح تؤدي لشيء، فقط يعني مشانه ومشان أسرته، فهذا شيء نفع. معناته الواحد ما لازم يكون صلب وعنيد انه انا يا اخلاق واجبه يا اخلاق نفعيه، ممكن الواحد يدمج بين اثنين، صحيح؟ انا عموما الاخلاق الواجبه ضروريه، خاصه اذا بنحكي من وجهه نظر اسلاميه، وان شاء الله صحيح. خلال الكورس حيكون في كثير تطرق لمواضيع دينيه. انا ممكن احافظ على الاخلاق الواجبه دائما بالذوق وما بحكي كذب، بس انا احيانا حتى دينيا مبرر لي اني اكذب. وبالتالي هو المزج بين الاثنين هو الصحيح. المرونة والمزج بين الاثنين هو الأصح، ولكن ما هو هي حلاوة الأخلاق الطبية، إنه أحيانا ضمن هذا المزج، وبعد ما تمزج وبعد ما تساوي بتضل تلاقي حالك محتار يعني.